تستعد مصر لانتخاب رئيس جديد لها في 26 وسابع والعشرين القادمين بعد مضي 11 شهرا على عزل الرئيس محمد مرسي الإسلامي. وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي هو المخطط والمنفذ لهذا العزل قبل أن يضرب الأخوان المسلمين بيد من حديد. يراه العديدون الأوفر حظا للوصول إلى سدة الحكم، ولثقته بالفوز لم يقم المشير المتقاعد بحملة انتخابية تقليدية مكتفيا ببعض المقابلات الصحفية، لكنه رفض دعوة يورونيوز لحواره. منافسه الوحيد هو البرلماني حمدين صباحي اليساري المعارض الذي استطاع أن يحل ثالثا في رئاسيات 2012، يعتبر نفسه وريثا لجمال عبد الناصر ولاستكمال أهداف الثورة كما يقول رشح نفسه للرئاسيات. صباحي خص يورونيوز بمقابلة. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي، مرحبا بك في يورونيوز. أهلا وسهلا. ما الذي يستطيع حمدين صباحي أن يحققه للشعب المصري فشل في تحقيقه الرؤساء السابقون؟ ما طلب الشعب المصري في ثورتين في 25 يناير و 30 يونيو؟ الدولة ناجحة تكون برهانا على نجاح الثورة، عدالة اجتماعية تعيد للأغلبية المحرومة حقها في نصيب عادل من الثروة، الدولة ديمقراطية تصون الحريات وتمنع التمييز في مصر وتفتح باب لدولة القانون وتكافؤ الفرص واستقلال القرار الوطني. هل حمدين صباحي مستعد للتعامل مع الإخوان المسلمين في حال فوزه في الرئاسة؟ لن يعود الإخوان كحزب لأن الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس دين، لكن هذا يتعلق بالتنظيم. فيما يتعلق بالأفراد أنا بالغ الحرص على ألا يكون هناك أي تمييز ضد أي مصري بسبب رأيي السياسي إذا كان يعبر عنه سلمان. سنتصدى للعنف ومن يدعو إليه والأفكار التي تدعو للعنف والإرهاب، ولن نقبل أي عدوان على حقوق وحريات المصريين في التعبير السلمي عن رأيهم. هل تعتقد بأن أجهزة الإعلام المصري وأجهزة الدولة الأخرى تتمتع بالحياد المطلوب في هذه الانتخابات؟ باستثناء تلفزيون الدولة لا أجد تكافؤ ولا فرص متساوية في كل الإعلام الخاص. لماذا برأيك؟ لأن ملاك الإعلام الخاص لهم مصالحهم. نعم. وفي هذه الانتخابات أنا أعرف أن للدولة تأثير وأراه كل يوم، وأرتضي معادلة الانتخابات في ظل تأثير الدولة لصالح مرشح. ما أطلبه ألا يكون هناك تزوير، وأعتقد أنه لن يكون هناك تزوير، وإن كان سنواجهه وسنفضحه. السيد حمدين صباحي شكرا جزيلا لك. أشكرك. شكرا جزيلا. ربنا يحفظك. شكرا. الله يخليك.